تواصل مؤسسة الصالح حملة إغاثة تامة جراء العدوان السعودي والحصار الذي يفرضه على اليمن، والتي دشنتها مطلع نوفمبر الماضي بهدف تخفيف معاناة المواطنين الذين يعانون من المجاعة والأمراض. واستمرارا للحملة، سيرت المؤسسة نحو 29 طنا من المساعدات الغذائية، تستهدف أكثر من 727 أسرة في مديريات تهامة. هذا وكانت أكثر من 7000 أسرة استفادت من المساعدات التي وزعتها الحملة منذ بدايتها في تهامة.